نشوف البلاي هذه كمان مرة قبل ما نفوت على الجيم عشان نورجي ايش المهارات العالية. المهارات ايش العالية؟ اشي فاخر على الاخر. بلاي باي بروكن، ايوه نضبط الامور. شوف اللعبة هاي، طبعا انا باجي ايش من ورا بعمل الكاميرا الخفية بالضربة الصاروخية على السريع، بشيل فيهم اثنين او ثلاثة، وبعدين هنا بعد بنظف فيهم واحد واحد. هذا اهم شيء عشان نقدر احنا نضمن المباراة. 10 كلات ورا بعض، اشي يعني صراحة انا بفتخر فيه 100%. اعزائي المشاهدين، صباح الفول والفلافل، معكم حكيم صاحب الكرش العظيم، اهلا وسهلا فيكم وفي جاري اللعب مع قناة تلفزيون الآن. إشي صراحة أنا بفتخر فيه أن أنا أكون موجود معاكم اليوم لأقدم لكم أحلى البرامج لألعاب الفيديو جيمز. طبعا اللي ما بيعرف بالفيديو جيمز أو اللي عنده فكرة ولكن بيشوف ابنه بيلعب على بلاي ستيشن مرات، أو بيكون قاعد بيضيع وقته عشان عم بيلعب، يعني بدل ما يدرس قاعد بيلعب لعب الفيديو جيمز. صراحة صار إشي فوق ما تتخيلوا، صار في ناس عندهم رواتب عالية جدا من أنواع، من كتر ما يعني أنواع فوق ما تتخيلوا لألعاب الفيديو جيم الاستراتيجية أو الحربية أو الترفيهية أو حتى الرياضة مثل ألعاب فيفا وألعاب الـ NBA. اللي أحلى من هذا كله اللي أنا حابب أحكي لكم إياه، إنه إحنا بدنا نقدم لكم برنامج ل أنعاب مختلفة من كل أصنافها، سواء كانت قتالية، سواء كانت مرحة، سواء كانت ألعاب اللي عادة نلعبها مع أصحابنا، اللي عادة نلعبها مع شباب صغار، شباب كبار، أو مع الأهل. في كمية ألعاب رهيبة جداً ممكن احنا نتسلى فيها وننبسط فيها، وانا بقدم لكم الموضوع هذا كله طبعا بالتعاون مع الشركه اللي انا جاي منها اللي اسمها باور ليج جيمنج. بنقدم احنا معارض وفعاليات لالعاب الرياضه الالكترونيه اللي هي المنافسه بين واحد او الثاني او بين فريق والثاني. والاهتمام اللي صاير في المرحله هذه طبعا ما زال ما وصل للمرحله العاليه في الشرق الاوسط ولكن، او في العالم العربي ككل، ولكن في 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 امريكا، في اوروبا الشرقيه، في اوروبا الغربية، بالفار إيست كمان موجودة عندنا يعني باليابان، بكوريا، بالصين. في بطولات تسوى 24 إلى 30 مليون دولار أمريكي لمجرد 16 فريق بيلعبوا زي كأس العالم تبع لعبة معينة، وبيلعبوا إشي من أعلى المستويات مع أكبر الشركات عادة بتدعمهم، مع أكبر الشركات تعمل دعاية لهالشي. هذا معناته إن إحنا وصلنا لمرحلة إنه الفيديو جيمز ما عادت بس واحد بيضيع وقته عشان بيتسلى بين وقت الدراسة أو بين وقت الشغل وبين وقت النوم. العكس، هلأ صارت مهنة، صارت مهارة، صارت حرفة، وحتى اللعيبة عادين بيعملوهم كلاعبين الرياضيين ككرة القدم، ككرة السلة، كرة القدم الأمريكية، أي نوع من الأثليتس اللي هم الرياضيين اللي أنتم بشوفوهم بعالم الرياضة، صاروا اللعيبة تبعت الألعاب الإلكترونية بيعملوهم من نفس الطريقة، لهم رواتب، لهم دعاية، اندورسمنتس، في إشي فوق ما تتخيلوا. اليوم رح ناخد إحنا بشكل مصغر واحدة من الألعاب من أكبر شركات التوزيع اللي بنسميها بليزرد انترتينمنت. بليزرد عندهم العديد والعديد من الألعاب اللي موجودة تحت اسمهم، وهذه أسامي مثل World of Warcraft، لعبة رهيبة جدا بيسموها MMO أو Massive Multiplayer Online RPG، اللي هي لعبة أنك تعيش الدور وتبني شخصية وتحاول تنميه وتلعب، بالإضافة للعديد من الأصدقاء عشان يكون لكم هدف أو دور معين أو قصة في اللعبة بدكم تخلصوها أو بدكم توصلوا لها. غير هذا كله طبعا في اللعبة اللي هلأ بدنا نورجيكم إياها اللي هي Overwatch، اللي أنا هلأ كنت عم بلعبها وأنا بحكيكم من هلأ. اسمع، أنا بقطع الدنيا، مشترك حد بحاله، معناه بلعب لحالي، يعني بيفيدك كتير صراحة الموضوع أنك تلعب مع فريق، لأنه إحنا اللعبة هاي مبنية على اللعب الجماعي. ولكن بما أنه بدنا نعطيكم مجال أن احنا نقدر نعلمكم اللعبة ونفهمكم اللعبة من أساسها، رح ندخل على اللعبة واحدة واحدة أشرح لكم أساسيات اللعبة، وبعدين إذا قدرنا أنه نتبع مع بعض ونكمل الموضوع هذا في الساعتين اللي قدامكم هذه، رح نقدر أنه احنا ناخذ اللعبة من مبتدئين للمستوى المحترف. وخلوكم معنا كل يوم في رمضان بالليل، هيكون في عنا موعد لنقدم لكم ألعاب مختلفة، أو اللي حابب أن يتابع معنا لعبة معينة وحابب أن يشوفها نورجيكم إياها. اللي بيحب الفيفا إن شاء الله راح يشوف فيفا، اللي بيحب League of Legends راح يشوف League of Legends أو Dota 2، أو في كتير ألعاب مختلفة أنا كتير متحمس أنه أنا أورجيكم إياها. قبل ما نضيع، يعني من دون ما نضيع أي وقت أكتر، خلنا ندخل على الجيم أورجيكم بشكل عام إيش هي
Overwatch. Overwatch عبارة عن لعبة تتكون من فريقين ضد بعض لهم أهداف معينة. الهدف الأول هو أنه مثلا إما أنك تحاول تهجم على نقطة معينة وتتحكم فيها للوقت الأطول، وكل ما كنت أنت داخل هذه النقطة العداد بيزيد لإلك، ولما توصل 100% قبل الفريق الثاني بتعتبر أنك فزت، وعندك الجولة الأولى الجولة الثانية ذهاب وإياب وهكذا. اما عندك المرحله الثانيه اللي بيكون عندك مثلا نوع من الاوبجكتيف او المهمه تبعتك انك توصل منتج او 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 بضاعه مهمه وغاليه جدا توصلها من النقطه الف الى النقطه باء، والفريق الثاني لازم يحاول يوقفك، فعندك هجوم ودفاع. كل الشخصيات اللي انتم شايفينهم قدامكم كل واحد له دور، كل واحد له مسؤولية، ولا واحد فيهم عنده نفس الإمكانيات تبعت الشخصية الثانية. اللي بيستعمل مسدسات، اللي بيستعمل صواريخ، اللي بيستعمل الأغاني، بيستعمل قوة الصوت، اللي بيستعمل السيف، اللي بيستعمل القناص، اللي بيستعمل المكنة، اللي بيستعمل تكنولوجي، وفي ناس بيستعملوا السحر، في ناس بيستعملوا ماجيك تو هيل بيبل تو سبورت، انك تعمل دعم. فعندك انت الهجوم، عندك فريق مختص بالدفاع، عندك الفريق اللي هم العمالقه اللي هم زي انا هيك شو اولويز ان كنترول، اللي هم الناس العمالقه اللي بيكونوا واقفين قدامك بالدرع وبيدافع عن فريقك عشان انت فريق الهجوم يعرف يتصرف، لانه بدك عارف كيف يعني مثل الهجوم والدفاع، بدك تعرف تصلح انت للي قدام لو عندك هجمه مرتده تظبطها. نفس النظام ولكن بشكل سريع وملون، وشيء رهيب جدا لو انتم بس تعطوا مجال للعبه هاي تشوفوا كيف الوضع بيمشي. انا جاني شرف انه انظم وانسق واعلق على العديد من المباريات وانواع الالعاب المختلفه. نعم مثل ما بتشوفوا مش اسمه عصام شوالي اذا مش غلطان، واحد من اكبر المعلقين، او فارس عوض واحد من اكبر المعلقين معلقين العالم في العالم العربي للعبه كره القدم، في معلقين لألعاب الفيديو جيمز. إذا إجتني مجال رح أوجيكم كم من فيديو، إذا في فرصة هلا بدنا نشوف الوضع كيف، ولكن أولا ندخل على الجيم ونشرح لكم بشكل بسيط إيش هو المطلوب. طبعا إحنا هلا هندخل على كويك بلاي، في عنا كويك بلاي اللي هو اللعبة اللي على طول بتلاقي ناس يلعبوا ضدك. هنشوف إحنا في عنا 6 ضد 6، هذه هم الشخصيات. عنا أول شيء الهجوم او اوفنس، وبعدين عندك الديفنس، عندك تانك وسبورت. التانك اللي هم الدعمات اللي قلت لك اياهم، والسبورت اللي هم اللي بيعملوا الدعم التقني، او انه لو انت صحتك بتنزل او قربت انه تموت او شيء بيجي واحد بينقذك وبيساعدك، انه لا زي الميديكال سورج، زي جندي طبي اللي بيجي بيساعدك، لا انا معك انا بساعدك وبيضحي بحياته عشانك. هذه هي اللعبه. هلا انا عاده هلعب انا بشخصيه، طبعا في منهم عرب كتير موجودين في اللعبه هاي، في شخصيتين من مصر، واحده اسمها انا وبنتها اسمها فرح او فريحه، هي فريحه اللي انا ورجيتكم اياها هلا حاليا. هلا نشوف كيف شكلها، بتكون هي لابسه زي ايرون مان سوت او بيكون ميكا كوين هيك، بتطير وبيكون لها كنترول كتير حلو حوالين الخريطه. قاعدين بنلعب ضد 6 اشخاص ضدنا، لازم دائما تعرف مين اللي قاعد بيلعب معك، مين اللي على فريقك، مين ناقصه ومين مش ناقصه. هلا شكلي انا دخلت على مباراه اوريدي الشباب اللي معي قاعدين بياكلوا على راسهم، فانا هلا راح احاول اشوف اذا فيني اساعدهم او يمكن اخسر معهم خساره قبيحه جدا، ولكن ما علينا. اللي بعدها ان شاء الله رب العالمين هندخل على المستوى المنافس. كل ما بتشوفوا الكتابه بالاحمر معناته ان انا اما اتغلبت على واحد من اللاعبين او ساعدت فريقي انه يتغلب عليه. فهو هذا كله بشكل عام اللعب، اسلوب اللعب تبعنا. طبعا مثل ما انتم شايفين انا قادر انه اطير، وطبعا مثل ما انا في عندي نقاط ضعف غيري عنده نقاط ضعف، في ناس ما بيعرفوا يتصرفوا مع شخصيات الطائره، وفي ناس بيلعبوا ايوه شوف الاخ العزيز هذه، هاي الاخت فريحه. نرجع نكمل الضغط اللي علينا. اهم دور لي كشخصيه في اللعبه هذه بالذات، كفرح بالذات، انه انا اضلني عامل ضغط عليهم، اما هم يركزوا علي، اما لو تركوني بيندموا على الساعه اللي هم صحيوا فيها. بدخل انا في النص بيناتهم، قاعد اخبط فيهم 1 2 3، وهلا اللي عنده درع مثل ما انتم شايفين. وشيء يعني شيء كثير 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 حلو انك تلاقي فريق بيفهم عليك وبيستوعب معك ويقعد يخبط فيك. انا طبعا هلا احتمال ان انا ممكن انضرب اكل على راسي اموت في اللحظه هذه، ولكن نضلنا احنا متراجعين نستنى الشباب لما ينقذونا. نخبط فيهم هون شوي صغيره، ومثل ما انتم شايفين هلا في عندنا 90% متبقيه. انا عندي 90% باقي تم اكشلي 7%، وممكن يكون عندي الالتيميت ابيليتي يعني اللي هي
السكيل تبعتي اللي تخليني اعمل كميه ضرر عاليه جدا ومتخصصه بالشخصيه تبعتي. طبعا انا مثل ما قلت لكم هلا قاعد بعمل ضغط عالي جدا. طبعا انك تضرب شخصيه ثانيه عم بتطير بالهواء هذا إشي شبه مستحيل، بس ما عليك، احنا 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 قدها وقدود كمان. فا ايوه اكلنا على راسنا، متنا؟ ما متناش، متنا، لا فعلا متنا. هلا بياخذ انا تقريبا بيكون في وقت معين لارجع، مثل ما انتم شايفين فوق على اليمين 4 ثواني لارجع ان انا اساعد فريقي. هذا معناته ضغط كثير بيكون على فريقي، لانه ممكن يكون 6 على 5 او 6 على 4، فلازم احاول ارجع بسرعه واشوف اضبط الوضع. لو كان في حدا عم بينقذني كان يعني مش الحال، ولكن بشكل عام هلا خلينا نعطي فرصه للشباب هدول نشوف كيف. هو تقريبا خلصت الخريطه هذه، نعم الخريطه هاي خلصت، من لانه انا اوريدي داخل على مباراه كنا خسرانين. هلا نبدا مباراه جديده من اولها ونشوف احنا كيف ممكن نعدل الوضع. هذا هو الفريق اللي قدامكم، انتم شايفين شخصيات كرتونيه، كل واحد ممكن يغير يعدل بشكله. هذا بحب يلعب بالسهم والرمح، يعني شو اسمه القوس والسهم، وفي شخصيات ثانيه عندها الرمح، في ناس عندها اسلحه ثانيه، شيء كثير حلو يعني. فاللي بيعرف اوفر واتش يحكي لنا، لانه هذا الشيء انا بصراحه بستمتع ان انا اعرضها لكم واورجيكم اياها. واللي بيحب العاب ثانيه مثل ليج اوف ليجندز، دوتا، حتى اللي بيلعب الفايتنج جيمز اللي هي زي تكن، زي ستريت فايتر، كل الجيمز هاي موجوده. اللي بيحب باتمان، سوبرمان، في العاب مثل انجستس، في العاب السيارات نيد فور سبيد، كل هاي الالعاب في لها شيء يعني رائع جدا، لها حكايه، لها اسلوب، لها طريقه لعب، ولها معجبين متخصصين ب يعني في ناس بيحبوا شيء هذا ما بيحبوا شيء تاني، في ناس بيحبوا الكوره بيحبوا شيء السله، مثل ما انت بتحب الرياضات العاديه في بتحب رياضه غير عن رياضه تانية بتلاقي نفس الشيء. ففعلا انا كثير بستمتع في الشيء هذا، واجاني الشرف جدا انه تكون هذا جزء من حياتي، انه انا يكون شغلي انه انا اقدم هالخدمه للناس وللشباب وللاولاد بكل الاعمار، انه يشاركونا ويفوتوا معنا باللعب هذا ونقدم لهم اكسبيرينس او خبره ما في اجمل منها. هذا شيء صراحه رائع جدا. خلنا بس نطفي الصوت تبع الشاب هذا عشان ايش؟ عشان ايش بدناش نقعد نسمع واحد بالذات اللي بيكون عايش باوروبا بيكون الكونكشن تبعه بيكون ضعيف جدا اتجاهنا، فما بيزبط الامور ابدا يعني. اوكي طيب، هلا خلينا اشرح لكم الوضع بشكل بسيط. هلا من الصور هذه صعب انه نحفظها، ولكن في عنا انا مثلا ماخذ شخصيه اسمها سولجر او الجندي رقم 76. انا عندي السلاح تبعي، وبالاضافه الى كمان هذا اللي هو لما اي حد يقف فيها ويكون ماكل اي نوع من الضرر بيرجع بطيب وما بيكون عنده اي مشاكل. في عنا شخصيات مثل الاخت العزيزه زاريا، وطبعا كل واحد له شخصيه، كل واحد من بلد وجنسيه. هاي مويرا من هنغاريا، هذا الاخ العزيز اللي هو هانزو طبعا عم بيطير من اليابان، هذا الاخ العزيز اللي شوي شكله مجنون ولابس هيك لبس غريب، بس هو اكشلي بني ادم يعني مش شيء من هذا، استرالي. هذه الاخت روسيه، انا كمان امريكي، يعني كله ميكس. ف كثير 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 حلو صراحه الكلام هذا. فنسمي بالله نشوف هلا المباراة من أولها كيف تبدأ. طبعا احنا ما بنعرف مين الشخصيات اللي ضدنا، فبدنا نشوف هلا احنا مين هيكون ضدنا، ولازم الاستراتيجية تبعتنا تتغير وتتبلور حوالين ايش مين اللي ضدنا وكيف اسلوب اللعب تبعهم، لانه كل واحد ممكن اغيره انا في اي وقت. وبابابابا انا باكل كمية ضرر عالي جدا. ايوه لازم استنى هون للشباب يضلهم فايتين لبعيد، نضغط عليهم شوي يضطروا ان يخافوا يرجع لورا. حلو، اول واحد هلا نزلناه. طبعا كل ما بيقدر واحد فيهم ينزل هاي في حتى وي ايفن هاف ا مونكي، هذا غوريلا كمان بيفوت لجوا وبياكل كميه ضرب عاليه جدا مثل ما انتم شايفين. هيو عم بيقرب لجوا، ممكن نحاول احنا نغطي على الشاب اللي بعيد هذاك، لا بده كمان ضربتين، ضربه صغيره، لا ما لحقنا نجيبه، وهم اللي بيفجرونا وبيدبروا الدنيا. هلا بدنا نكمل لقدام ونشوف الوضع كيف. ممتاز. طبعا صعب جدا ان انت لما يكون كذا واحد من عند الفريق تبعك انه 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 يتغلبوا عليه، لازم تستنوا لتتجمعوا مع بعض، لانه دائما هتكون عم تلعب انت بديس ادفانتج، من ناحيه انه بتلاقي واحد يقعد ينافس معك
وتلعب انت 6 ضد 3 6 6 ضد 4 محتاجين دائما يكون عندك الوضع تمام 100%. طبعا هي احنا قاعدين نعمل ضغط عليهم. اوكي هحاول انا كمان نفس الشيء. هذا وين الشاب؟ تعال يا حبيبي. ما شلناه هذا على السريع. هو المفروض ان اروح انا عند هذه النقطة واحاول ادمرها. فاللي انا بحاول اعمله هو انا اخلص هذا الموضوع اطلع من هون. انهم عم بيعملوا تغطية عالية جدا. لا انا وضعي هلا صعب. انا هلا صرت يعني ورا خط ال ايوه هاي تغلبت علي. هذا لانه انا اتفلسفت وبعدت عن فريقي. وانا ممكن بكل سهوله قاعد اشكي يا زلمه انه هاد ما لهش دخل في الدنيا يا زلمه. وين فريقي؟ وين فريقي؟ اوكي ليه؟ انا مش غلطان. انا اصلا بلعب لعب كثير ممتاز يعني ما عندي شيء مشاكل. يا المهم فهلا بدنا نكمل نشوف الوضع كيف. طبعا انا اللي عم بلعبه هلا بلعب مع شويه مبتدئين لانه النموذج تبع الخريطه اللي انا اخترتها الناس بس بيقعدوا بيلعبوا لاول مره يجربوا اللعبه او ناس بيتسلوا ما عم بيلعبوا بالطريقه الجديه. ولكن كمان شوي انا هلا راح ادخل على مباراه بتاثر كثير على النتيجه تبعت ادائك يعني لانه ادائك هو هيحدد ايش الرانك تبعك او ايش المستوى تبعك عالميا. وهلا بشرح لكم الكلام هذا هلا كله بشكل بسيط كيف راح يكون. اوكي هذا كان في عنده رشاش حاطه فوق فانا بكل بساطه هلا بكون ماخذ بوزيشن كثير عالي هون. حلو ولا زبطت معي ولا عملت شيء. اوكي في الحاله هذه اي ثينك انا ممكن اغير باخذ فرح. هل في اي حدا من الشباب اللي موجودين هلا بيلعبوا جيمز او عندهم حدا او حد من قرايبهم بيلعب الفيديو جيمز؟ شو رايهم بشكل عام على الموضوع؟ لانه فعلا الراي العام بيهمنا كثير ونعرف العقليه كيف موجوده بالعالم العربي. انه هذا الشيء صعب جدا ان احنا نثقفه للناس من دون ما يكون هم عندهم استعداد انه يعرفوا احنا شو بنعمل كيف العاب الجيمز. في شاب انا نظمنا بطوله اللي لعبت فيفا في 2014 كانت تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد اللي هو طبعا رئيس ومالك مانشستر سيتي فريق مانشستر سيتي لكرة القدم في البريمير ليج أو الدوري الممتاز الإنجليزي. والجائزة هذه كانت في رمضان 2014 والجائزة كانت 1,000,000 درهم إماراتي للاعب الأول. المركز الأول كان فاز 1,000,000 درهم. شاب عمره 19 سنة من فلسطين أخذ المركز الأول وصراحة غير حياته كلياتها. يعني صراحة كانت قصة رائعة جدا وكان إشي كتير حلو أن أكون أنا من الناس اللي واقفين معاهم ونظمنا البطولة بشكل ممتاز وعملنا إشي رائع جدا. ف هذه واحدة من الأشياء اللي أنا بحب إنه أبهركوا عنها. يعني صراحة إشي ولا أروع منه. طيب شوف أنا هلا عم بتخبى لأن أنا بقدر أطير لفوق فهلا بطلع لفوق بعدين برجع أتخبط فيهم. هلا هذه هي الحلو عن فرح اللي أنا بلعبه شخصيا تحديدا يعني هو إنه بتعطيني المجال إنه أتحرك حولين الخريطة برياحة من دون أي صعوبة. صحيح إنه هي يعني أنا هلا مثلا شايفين إنه تحت الهيلث تبعي يعتبر 200 هلا 200 هيلث او الصحه تبعتي هون تعتبر 200 هيلث. اوكي بكل بساطه في ناس بيكون عندهم 1500 في ناس عندهم اكثر من هيك كمان لسه. ف ايوه تعال يا حبيبي انا قاعد هلا وراء الكواليس. انا ممكن اموت. لا ما شرح مش الحال الوضع تمام. يا 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 ارجع حياتي. فزنا الجيم ضغطنا عليهم ما خليناهم يطلعوا من بيتهم وفزنا الجيم. فزنا المباراة على السريع. انسى هل انا فزت البلاي اوف ذا جيم؟ لا ما فزت البلاي اوف ذا جيم. هذه كل مباراة بيكون في عشوائيين بيختاروا احسن لعبة كانت موجودة. طبعا هالبني ادم بيكون مسؤول عن عنده سلاح وعنده كمان الدبابة هاي اللي تكون جنبه بيحطها في اي مكان معين. You made the right decision.
اوكي هلا بدنا نفوت على المباراة الثانية اللي انا راح اعمله المرة هاي. راح نغير بدل ما نلعب احنا، اورجيكم هون بشكل سريع اوكي شو اللي انا بتكلم عنه من شيء اسمه كومبيتيتيف بلاي او اللعب المنافس. ممكن انت بكل بساطة تقعد تلعب لعب ضد ناس بس بطريقة جدية، يعني اما بيكون معك فريق اما بتلعب بشكل كويس وبيكون عندك مستويات مثل ما انتم شايفين هون، بيكون عندك البرونز، بيكون عندك النحاس، بعدين تكون الفضة، ذهب، البلاتينيوم، بعدين يكون عندك الألماس، ثم توصل لمرحلة الماستر والجراند ماستر، وبعد هذا كله ممكن تكون التوب 500 أو أحسن 500 لاعب في العالم كلياته. طبعا كل واحد فينا بيحاول ينافس انه يلعب بالمستوى هذا، وهذا بيكون اساس الشغل اللي احنا بنعمله ببي ال جي او باور لي جيمنج، اللي هو نقدم لهم الخبره لمين احسن لاعب في العالم، مين احسن لاعب في العالم العربي. هذه كلها موجوده للشباب الاجانب، الناس اللي موجوده باوروبا وامريكا مثل ما قلت سابقا، ولكن ما هي موجوده في العالم العربي بالشكل اللي احنا حابينه يوصل. والمستويات اللي موجوده هون إشي رائع جدا، يعني انت بتقول انه يا ريت في لهم اهتمام اكثر. هلا حاليا انا لسه ما بعرف ايش المستوى تبعي في الموسم هذا، كل شهرين بيكون في موسم فبينعاد المستوى تبعك، لازم تلعب 10 مباريات، هذه ال10 مباريات بتحدد ما هو المستوى تبعك في اللحظه هذه، ومن ثم على كل خساره او كل فوز نتيجتك بتطلع او نتيجتك بتنزل. فانا راح اجرب هلا العب مباراه واحده. طيب نشوف هلا قبل احكي لكم عن هاي. شوف هذا الشاب سبحان الله ما مبين عندكم، هذا الشاب اسمه ديزي، هذا الشاب اماراتي صدقوا او ما صدقوا، هذا شاب اماراتي وفي المنطقه تبعتنا هو من احسن اللاعبين في العالم العربي، هو اصلا احسن لاعب في العالم العربي، ومن ثم من احسن 500 لاعب في العالم ككل، وصل للتوب 50 او توب 50 او اول 50 او اول 20 ما بتذكر. هذا الشيء صراحه ممتاز جدا. فاللي انا بدي اقوله هلا، خلينا ندخل احنا على الجيم، نختار خريطة. طبعا هلا نشوف نلعب بشكل منافس، فالناس كلها صاحية، هلا بدنا نلعب احنا على خريطة مصممة على القمر. كل هاي المناطق اللي موجودة مناطق حقيقية في العالم، انه ما عم بيحطوا لك مكان خيالي، العكس لا، في مكان بلندن، في مكان بروسيا، في مكان بمواقع مختلفة. فالفكرة كلها انه قد ما هو المكان، قد ما هو اللعبة يعني تعتبر خرافة شوي، هي خرافة كتير مش شوي، ولكن في منها اللي هو الحس انه يكون في نوع من الحقيقة، في نوع من الاشياء اللي ممكن تتعلق فيها او توصل فيها، او انه تشوف انه هذا فعلا شيء ممكن يكون، شخصيات حقيقية، شخصيات من بلاد حقيقية، جنسيات، كل واحد له دور، كل واحد له مسؤولية، وكلهم جنود بيحاولوا ان يدافعوا عن الإنسانية بشكل عام، يعني هذا هو المطلوب. فخلنا نفوت هلا على الجيم. طبعا هاي اللعبة انا هلا هكون مركز كتير، مثل ما انتم شايفين احنا اوريدي مختارين 6، في 2 منهم اللي هم انا بالاضافة الى الشاب اللي هو اللي عنده الطاقية، هذا كاوبوي، هذا بيكون شارب شوتر، اللي هو بيكون يعني ما يعني بيصيب ما بيخيب، يعني الرجال الايم تبعه بيكون ممتاز جدا ومعروف عنه كثير، بيكون في قصه اللعبه هذه. اما عندك الشخصيات الثانيه، في منهم بيكون الدعامات اللي مثل ما قلت لكم، اللي هم بيكونوا التانكس اللي بيكونوا واقفين قدام، مثل هذا الشاب الطيب، هذا اللي عنده المطرقه، حمع، شوف حاطط لنا غشاء يدافع عنا، حاطط لنا درع كثير كبير، بالاضافه الى الاخت العزيزه هاي عندها درع اصغر منه. وهذا هو المطلوب، هلا مطلوب ان انا اكون وراه، هو لازم يدافع عنا عشان نقدر احنا نتصرف. يلا وقت الجد هلا. اوكي طبعا انا مثل ما قلت لكم مطلوب مني ان انا اعمل عليهم ضغط كثير عالي. هلا صعب جدا ان انا احاول اصيب الشخصيات اللي طايره، فبدل ما انا اضيع وقتي عليها لازم انا ايش اعمل؟ لازم احاول انه انا اللي انه انا اركز على الناس اللي موجودين على الارض. هلا في عندهم قناص بعيد اصلا لازم احاول اشيله انا. ابا لا انا هيك ممكن اموت. ايوه حلوه جبناها ممتاز. ابا 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 أبا ممكن اعيش ممكن اعيش، نعم ممكن اعيش. ايوه تعال يا حبيبي. هلا باجي من وراهم. اوي 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 حد وراي. اهل اوكي هلا نضلنا رافعين الضغط عليهم، نخبط فيهم. وين الثاني هذا؟ وين مش قادر اطير؟ ليش مش قادر اطير؟
لا استنى شوي، بدك شوي. اوكي انا هلا طاير فوقيهم، ف يعني في او ممكن اموت. لا ما راح اموت، مشي الحال. ولكن الفكره كلها انهم قاعدين هلا بدزوني برا النقطه، فمش قادر ان انا احصل عليه. خلاص يعني قدروا انهم يعني فاجئونا وهجموا علينا كلياتنا وخبطونا براسنا وما تركوا لنا اي مجال، فخلص لازم نتراجع. واخذوا اول نقطه اللي هي 1-0، نقطه الف هلا بدهم يحاولوا ياخذوا نقطه باء. عندهم 6 دقائق ونص انه يعملوها، وصراحه يعني من خبرتي صراحه ما هيكون عندهم مشاكل انه يجيبوها يعني. فالنص الاول من الخريطه ممكن يروح لمصلحتهم، ولكن انا ما راح استسلم. ايش عملناها كثير وزبطناها كثير قبل هيك. اوكي هلا لازم انا اشوف، لازم حدا فيهم يجي يحاول يرفع لي الهيلث تبعي. انا اوريدي عندي 100% هلا ال ايوه 100% هلا اللي هي الضربه القاضيه تبعتي، فبس بستنى للحظه الصحيحه، لانه انا لو استعملتها ممكن يطخوني عن بعيد. لشخصيه بتطير كثير لو قعدت على الارض ممكن اموت في ثواني يعني. فالادفانتج تبعتي هلا اوي اكلت على راسي، فالادفانتج تبعتي هو ان انا اضلني بالهواء عمال بطير وبظبط الامور. اي تمام، هلا داخلين على البوينت وقاعدين بيظبطوا هيشيلوا البوينت هلا، المفروض ان هم يحاولوا يتغلبوا عليها وياخذوها. انت قلت لكم هلا حاولت اشغلها ما عم تزبط معي، شكلي راح اموت. لا ما زبطت معنا، فهذه نقطة شكلها راح تروح علينا. اي دونت نو، نشوف الوضع كيف. هلا حاول انه يفوت لعندهم، نطلع نشوف الدعميات الثانية هل ممكن الاقي اي حدا ثاني. هلا بغير شخصية عشان احاول اقرب منهم، شوف كيف ممكن يصير. هذه سريعة جدا الحركة تبعتها، فمثل ما انتم شايفين هذولي اتحرك، ولكن اكلت على راسي بالمنطقة بنص المكان، اكلت على دماغي يا باشا مش عارف انا اعمل ايه. فنشوف هلا did they get the point؟ Yes they did، اخذ النقطة. ف first healing مش معقول، ما بعرف صراحة ايش قاعدين بيعملوا. هلا بدنا نشوف الوضع كيف. فالمهم خلينا نشوف هلا كيف بدنا نكمل المباراة الثانية. هلا احنا حاليا خسرين 2-0، ولكن في عنا هلا لعبنا الذهاب بدنا نلعب الإياب. لما نلعب الإياب لو قدرنا احنا نتغلب ونتمسك على النقطة الثانية بمشي الحال، everything will be fine، كل شيء بيكون تمام، وبنحاول نحن نعمل تعادل وندخل على الشوط الإضافي. لو ما زبط معنا نخسر الجيم ونقول لك باي باي يا حلوين، وبتعتبر هاي المباراة خسارة من أصل 10 المباريات. فالمهم هذا كله تمام، نشوف الوضع كيف. بقى 15 ثانية على الجيم. When was safe situation. اوكي ممتاز. هلا نشوف الوضع. طبعا في عنا كم واحد؟ في عنا 2-3 كلهم قاعدين بيختاروا دامج. ما بعرف شكلهم، شوف هلا كيف الشباب راح يلعبوا. هذا الشخصيه اللي انتم شايفينها قدامكم، هذا شخصيه رهيبه جدا بيسموا حاله دوم فيست. انا كمان شخصيه ثانيه هاي بسميها ديفا. هاي اكشلي شيز جيمر، يعني بتلعب فيديو جيمز. وهاي اهلين، كيف اقول لك، انا بقول لك هاي. طبعا لازم نعمل شويه ضغط، هلا نعمل شويه ضغط هيك نحمي نظبط الوضع. يابا يا وريني، طبعا هو قدر يعمل ضغط اكثر مني انا ممكن اعمل بحياتي اصلا. فيلا هاي الشخصية انا كنت هلا عم بلعبها، ولكن غيرت هلا نشوف كيف الوضع بده يكون. طبعا بالايام الجاية هيكون في عنا ضيوف خاصة وضيوف رائعة جدا، انه هيلعبوا معنا. في منهم من اعلى المستويات، واحد فيهم ممكن هيكون اسمه سيد هاشم. هذا شخصيه رهيبه جدا، بيلعب بلعبه اسمها انجستس، بالاضافه الى العاب قتاليه ثانيه من مثل شو اسمه، من مثل تكن ومن مثل دي بي زي وانجستس اللي هي اللعبه تبعت ستري سباي شو اسمه تبعت سوبرمان وباتمان، بيلعبوا ضد بعض.
وهذا الشاب اللي هو رقم اثنين في العالم، يعني وصل من اعلى مستوى، شاب بحريني يعني. وهذا الدليل فعلا ان في عندنا مستويات عاليه جدا بالعالم العربي، ولكن ما كان عندهم الاهتمام اللي هم بيستاهلوه. فهنشوف احنا هلا كيف بدك يعني، شو المستقبل بده يكون، شو جايبين لهم. انا هلا لازم اهرب، انا عم بحكي كثير، ابيع اكلت على راسي. لا، بدون مساعده، بدون دعم من الشباب ما بقدر اعمل له اي شيء يعني. اوكي right. نرجع على النقطة، لازم نحاول ناخذ النقطة الأولى. طبعا الفريق كل أحد عم بيلعب بشكل لحال، فأنا لازم أحاول أعمل عليهم ضغط من هون. إذا قدرت إن أنا أجيب أي حد فيهم بيكون الوضع ممتاز. قطع راسي، ما في شيء مجال نطلع منها. طيب في الحالة هذه احنا محتاجين نغير شخصيات، فعلى ما اظني ممكن يساعدنا راين هارت اللي هو مثل ما قلت لكم الدعم. هلا اللي انا بعمله انه هلا بعمل انا هيك، وبيصير الشباب هم يمشوا وراي، ولفترة معينة ممكن ان انا ادافع عنهم واحاول ادخل لجوه. طبعا ما بقدر اتخ لبعيد مثل ما انتم كنتوا شايفين، بقدر ان انا استعمل المطرقة. طبعا كلام وضع تمام 100%. ايه قاعدين بناكل على راسنا. طبعا يفضل لو كانوا معي شباب اصحابي نقدر نفهم على بعض، ولكن وصراحة بيني بينك مش كثير لعيب الشباب، ما انا فاهم، ما بلعب معهم، العب بروحي. شوف هلا هنقدر ندخل لعندهم. اجت هلا فرح من وراهم، زبطت الوضع ودمرتنا كلياتها. تيم بيشكو بس تيم ايفر. طب المفروض هلا ان واحد فيهم يحاول ياخذ هيلينج عشان يقدر انه يلعب معنا، ويحاول انه ياخذ باله منا، ولكن ما حد فيهم عاد بيلعب بشكل كويس، ولا حد بيلعب بشكل مرتب. سريع، شيل على السريع. هلا قاعدين ناكل كمية دمج عالية، ولكن ما راح تقدر انه تساعد ولا تعمل اي اشي. اوكي، هاي كانت خسارة. ونشوف الهجمة تبعتها هاي. ندخل على مباراة ثانية، نشوف هلا أول شيء قبل ما هذا نشوف لو في أي حدا من الشباب هون ممكن يكونوا موجودين يفوتوا معنا. alright. طيب نقطة ثانية كان بدي أقعد أحكي عنها، هي كانت إنه في كمية لاعبين موجودين حابين إن هم يتعلموا كيف يلعبوا اللعبة بشكل محترف، ولكن ما قادرين إن هم يتوصلوا للمراحل هاي. اقتراحي كان دائما إنه في
فيديوز كتير موجودة أو بث مباشر موجود لكم، مقدم لكم أن أنتم تحاولوا أن تتعلموا اللعبة هذه. إحنا كمان منوفر الأشياء هاي كلها، وعلى أمل كمان بشكل كتير عالي أنه إحنا نصير نوفر هالخدمة للجماعة اللي قاعدين بيحضروا معنا في البرنامج هذا، أنه كيف ممكن تتعلم تلعب اللعبة من أساسها. هلأ أنا رح أحاول قد ما فيني أن أنا ألتزم بشخصية واحدة عشان يكون عندكم فكرة أنه على الأقل تكونوا متابعين كيف أنا بلعب، كيف بتحرك حوالين الخريطة، شو أساس اللعبة، شو أساس الكلام هذا، وبعدين من هناك نتحرك للشخصيات الثانية والألعاب الثانية. والأحلى من هذا كله أنه كمان قريبا جدا في نص رمضان إن شاء الله رب العالمين هذه اللعبة هيكون مر عليها تقريبا 3 سنوات من العمر، وهيحتفلوا بأشياء رائعة جدا مقدمة لكم، هتكون مقدمة لكم كلياتكم في شو اسمه في اللعبة يعني. وهذا طبعا كله هيكون في اهتمام كثير كبير للعالم العربي. اصلا موجودة في عنا في الخريطة هذه كذا خريطة من العالم العربي، واحدة فيهم اسمها Temple of Anubis، وبشكل عام هي بتكون خريطة في مصر لأيام الفرعونية أو بشكل فرعوني، وعندك الأهرامات، عندك كمان أبو الهول قريبة منه كمان، هذه كله موجودة في الخريطة، فبيكون عطيها جو حلو. وبالإضافة في خريطة تانية اسمها كمان أويسس أو ألواحة موجودة في العراق، طبعا هي مش موجودة حقيقيا في العراق، ولكن يعني فكرة مخدين عنها وعاملين شكلها. هلا احنا قاعدين في دورادو، اللي هي دورادو أظن كانت في المكسيك إذا مش غلطان. Anyways، نشوف هلا الوضع كيف راح يكون. أنا اللي راح أعمله بما إن أنا شخصية يعني بحب أطير، أنا أظن يوقفوا إياه، ما أنا عارف إن هم بيطلعوا من البيبان هاي، عم بيتأخروا. وينهم؟ أوكي، أها عرفت هذا شو عم يعمل. باي حياتي. اوكي شلنا شخصيتين، شلنا الشاب الثاني هذا على السريع اكل على راسه. هلا المطلوب منهم انه هذه السياره عليها نوع من جهاز محتاجين يوصلوه لجوا للمختبر. طبعا الهدف تبعنا هو نحن نمنعهم من هذا الشيء، عشان شو؟ عشان انه نعرف هذا هو المطلوب مني. انا ممكن اموت. كان راسه. ليش قاعدين بنلعب مع نفس الناس ضدنا؟ لا اوكي مش عم نلعب نفس الشباب، عم نلعب ضد الشباب اللي كانوا معانا بالفريق اللي فات. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بخت. مين اللي زيك؟ مين؟ طيب على السريع على السريع شلناها. طيب هلا ما زال، هلا ما في اي نوع من الضغط من عندهم، فاحنا واحد واحد ممكن نحاول نخلص عليهم، نخبط فيهم، نطير لبعيد. وين رايح؟ جاركتين وراي مشتركين بحالي هدول، ولا كنا في غيري في الخريطة اصلا. اوكي نشوف هلا لو في اي حدا، اهم شيء نحاول اجي من وراهم عشان ايش. لا بس كتير عم يتقدموا يا جماعة. اخذ شوية حياة، حاول ان انا اروح اخبط فيهم هلا من ورا. وين رايح حبيبي؟ وين رايح؟ ما يجي. اوكي هاي واحد تاني كمان قاعد يشيله، انا محتاج ارجع هاي الحالي. شوف احلى شيء هم مش منتبهين انا وين بالضبط. قتلني عثمانو. اوكي ما زالوا قاعدين بيتقدموا كثير. هلا انتم شايفين عندي انا ميداليتين ذهبي، واحده فيهم هي اكثر عدد الناس اللي تغلبنا عليهم، و2000 ضرر، هذا بيعتبر دامج قديش ضرر عملنا بالفريق الثاني. طبعا هلا انا بدي احاول اروح من وراهم مره ثانيه مثل هيك واعمل الضربه القاضيه مع السريع حبيبي.
كنت مبسوط والله، كنت فكر حالي عامل شيء. بس يلا كويس يعني لما قتلنا اثنين منهم صار في ادفانتج لنا عليهم. حلو. هلا كمان في عندنا ويدو ميكر، ويدو ميكر اللي هو عندها الميداليه الذهبيه او هي المستوى الذهبي، رانك رانك هير رانك از جولد. الله اوكي تمام. هلا شوف، لا هلا في عنا دقيقتين ونص تقريبا باقي على الوقت، والعربايه تبعتهم هون موجوده، لازم هم يحاولوا يمروا من عنا يجوا حوالين الزاويه هذه وبعدين يدزوها او يدفشوها لعند النقطه اللي هم بدهم يوصلوها، ولكن احنا ما نعطيهم مجال هذا. انا عمال باكل كميه ضرب عاليه. ارفعوني هيلولي. ثانك يو ثانكس مام. اوكي فين الحمد لله من هون. يا زلمه هذا مشتركني بحالي، هذا هلك سماي. طيب باقي دقيقة ونص. هلا مع انه انا كمان عم بموت شوي ولكن هذا جزء من لعبي. لا 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 لا، ارجع انزل لتحت شوي. انا اللي انا رح اعمله. ابا 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 سامعهم، انا سامع وراي. حلو، هاي جبنا على السريع. نشوف واحد ثاني لو في ناس ثاني هون. هذا هيطير لعندي على السريع هون كمان، نقعد نخبط فيه كمان ضربه ثانيه. يا باي وين رايح؟ اوكي حلو. هلا مهم جدا انه ما نخليهم يعدوا النقطة هذه، لانه لو عدوا النقطة لا لا اوعوا اوعوا أوع أوع. لو عدوا النقطة هذه بيزيد عندهم الوقت، بيصير عندهم وقت اضافي انه يحاولوا ياخذوها، ولكن احنا بدنا نحاول نشيلها على السريع. هاي كمية الدمج. الله لا اشغل الالتي تبعته. ممتاز، ما علينا ما علينا. ابعد شوي لورا، ابعد شوي يا حياتي. هاي ضربة، هاي ضربة ثانية، هاي ضربة ثالثة. اوه لا لا ممكن اجيبه، ممكن اجيبه. باقي لي هيلث كثير قليل. ارفعني ما يجي. اوكي هلا صار عندهم وقت اضافي يدخلوا على النقطة الثالثة، وعندهم دقيقة وعشرين ثانية. ما مش كتير وقت، ولكن تقدر تنعمل لو ضلوا مع العرباية هاي الموجودة اللي هي الاوبجيكتيف بيسموها او المهمة تبعتهم. فالان راح احاول اعمله ان انا شو انا لازم مش عارف اصيب حد فيهم. هيو اول واحد، هيو واو تعال. هاي اول واحد، وين الثاني؟ صار بدنا نغير. هلا نغير الدور تبعنا. حلو، شلنا واحد هون. والله القرد هذا عمل شغل اكثر من الفريق كلياته صراحه. لا لا اوع 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 اوع. نو ستوب ات.
يلا معلش هذا بس الراوند الأول. حرام حرام. هلا احنا لسه بدنا نرجع نمر يعني. آه الله شيء مقرف. يلا معلم معلم ليتس دو ات ليتس دو ات بيبي. نظبط الوضع. طبعا انا بتفاهم مع الفريق بقول لهم يا جماعه انه تعاونوا معنا ويلا نشتغل مع بعض ويلا بليز يا حبيبي ويا روحي. كثير في ناس بيكون عندهم عناد غريب هيك انه يسمعوا كلام او يحاولوا انه يلعبوا الجيم. انت رش ليش؟ تفضل. اوكي we're good to go now. نعم جاهزين احنا. هلا صار في عندنا فريق يعتبر مزبوط يعني يعتبر فريق كثير كويس. شوف هلا قديش بدنا نعمل عليهم الضغط. هلا واو عم باكل ضربه كثير عالي. هل ممكن يموت. لا ما ماتش ما علينا ولكن عم نعمل شغل احسن. يلا كويس كويس. في 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 امل في امل. انا برجع بحاول اتعاون معهم. الفكره كلها ان انا اكون واقف في الواجهه. انا اللي اكل الضرر كله. انا اللي احاول اساعد وبعدين هم ايش. هلا كمان انتم شايفين هو عنده هو عنده الدرع. انا كمان بدي اشيل الدرع تبعه واشيل الدبابات والرشاشات كلياتها اللي موجوده ونعطيهم مجال ان احنا نكمل. تعال انا اغطي ظهرك وانت تغطي اللي قدام. لا نيموني صحوني بديش انام. مشكلة هاي بكون هاي اللي قلت لكم عليها. هاي اللي هي اسمها انا الاخت العزيز دكتوره. يعني قربنا لقدام. عندنا 3 دقائق و50 ثانيه انه نشوف. بس هلا صار لازم الشباب اللي معنا يحاولوا يزيدوا الضرر اللي عندهم وانا راح اساعدهم. هلا الضربه القاضيه تبعتي هي بتنزل زي تمثال هيك لقدام وبصير بيعطيهم شو اسمه بصير يعطيهم بيعطيهم اكسترا دامج. الضرر تبعهم بصير اعلى بكثير. you
انا باكل ضرب كتير هلا. لا لازم ارجع. هلب 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 هلب. اوكي شوف اجي من ورا خفير خفيا يا حياتي. اوكي قرب الشباب هون لجوا تكمل. شوف انا لازم اكمل عليهم الضرب لان عندنا رشاش مش كتير التصويب تبعه دقيق، ولكن على الاقل بيعمل يعني عندي طلقات كثيرة، فضلني اخبط 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 خليهم مشغولين يعني يخبطوا ببعض، هذه ما هيكون فيها اي نوع من المشاكل. ايوه انا باكل على دماغي. اوكي طبعا احنا هلا في عنا دقيقتين باقيه على الوقت المتبقي، وبس بنفس الوقت كمان على حظكم انه في عنا كمان الاخبار جايه كمان دقيقتين يعني، فاذا ما خلصت المباراه هاي ما راح تشوفوني خسرت عادي، نرجع للمباراه اللي بعدها مش هيكون نعود. هذه هي الفكره، اللعب كله فوز وخساره. اوكي انا ما بحب حدا لما يقول لي هذه مجرد لعبه اتس جاست ا جيم، لا هي مو اتس جاست ا جيم، انا بحب العب بشكل جدي ولعبه بتعني لي كثير وبتعني لناس كثير كمان في نفس الوقت، فاذا بتخسر خذ الخساره تعلم منها مثل ما بتخسر في كره القدم او كره السله عادي او الطائره اي نوع من الرياضه اللي انتم بتحبوها، انه لازم يعني تاخذ الخساره مع الفوز يعني هيك بهالبساطه الموضوع شيء بسيط جدا. طبعا هلا انا نزلت الدرع العالي، لا شالوه على السريع، انا على الفاضي كل شغل انا بسوي هذا يا رب بشيلوني هيلوني طلعوني يا بابا. اوكي فيها محاوله كان فيها كان فيها فكره، ولكن هذا ما يجي هذا ارباب ما في موجودين والله حرام. ما علينا ما علينا. اوكي اوكي هلا ترى غير بس ما اظني ما اظني راح تفرق كثير صراحه. اوكي احنا طبعا مثل ما قلت لكم اعزائي المشاهدين قريبا هلا كمان يمكن 30 ثانيه ان شاء الله راح ندخل على فقره قصيره للاخبار، وثم نعود ان شاء الله لنكمل السهره مع بعض عشان السهره معنا صباحي يا معلم. فنشوف هلا طبعا انا باكل كميه ضرر عالي جدا، ولكن مثل ما قلت لكم اذا رجعتوا لقيتونا هون معناته لسه ما خسرت المباراه، واذا رجعتوا لقيتوني بمباراه ثانيه معناته انا اوريدي لوست جيم. نرجع لكم بعد قليل. مرة ثانية لنكمل هذا البرنامج اللي هو جاري اللعب. طبعا هذه فرصة لنا كلياتنا انه نتعرف على العاب الفيديو بشكل عام. طبعا اللي احنا شفناه اللي انا تمكنت ان انا اعلمكم اياه هو قديش انا شاطر في خسارة المباراة. ما علينا هذا شيء بسيط جدا الواحد يتعلم، كله في الدنيا كلها فوز وخسارة والوضع تمام كله مش عارف ايش. فيعني فاللي انا صراحة مبسوط منه انه انا عم بستمتع في اللعب، للأسف ما معي اي حدا من الشباب هلا يجي يحاول يساعدني او يدعمني ويسندني، ولكن كل ما في الموضوع هو انه ما زلنا بنتعلم ما زلنا بنلعب، واللي يفكر حاله بيعرف يلعب محتاج تعليم كتير، واللي اعلى المستويات كمان بيعترفوا لك بيقولوا لك ان احنا محتاجين كتير وقت لنتعلم ومحتاجين اشياء كتير نتدرب عليها زي لميسي او رونالدو او 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 اي من اللاعبين نيمار او سواريز اي من اللاعبين الكبار بالعالم بعالم كرة القدم محتاج انه يدرب على المهنة تبعته على الحرفة تبعته من اجل ان هو يبدع فيها ويعمل يعني ويألق فيها يتألق فيها صراحة بشكل رهيب جدا. ظهر نحن شكلنا لقينا مباراة أخيرا فاين جيم فولسكايا إندستريز اللي هي موجودة في روسيا وراح نلعب مع شباب ما في أي حدا فيهم غير عندنا واحد فضي، الفريق الثاني عنده واحد فضي وذهبي، فبدي أشوف أنا هلأ كيف الوضع راح يكون. هيلرز بليز نشوف الوضع كيف يكون. اوكي
اورايت، في عندنا اثنين هيلرز هلا موجودين، اللي هو هذا زينياتا، هذا بيكون زي روبوت، وهذه انا اللي قلت لكم عليها اللي هي زي دكتوره عندها سلاح. السلاح تبعها ممكن يأذي الخصم وممكن يهيل او ممكن يطيب خاطرك، عارف كيف؟ اذا انت زعلان، اذا انت روحك نازل، اذا انت قربت تموت تنقذك، يعني عارف كيف؟ انه قلت لك تعال يا حبيبي طبطب عليك وخذ معك خذ الدواء بتاعك وما تنساش، يعني عشان ايه؟ عشان تعرف تصحصح بقى وعايزين نفوز. شكله هلا اوكي، هلا في عندنا ثلاثة سبورت، محتاجين كمان واحد يكون دامج معي، يعني واحد يعمل ضرر معي. انا اوريدي هلا اخذت فرح قلت لكم خلينا نغير الشكل تبعها، فينا نغير ولا انا تاخرت؟ لا كنت حابب. مثل ما انتم شايفين هاي في عندنا ليفت كليك بيعمل فيها روكت لونشر، في عندك كمان الضربه القاضيه تبعتي اللي بتطلع صواريخ صغيره، ثم في عندك الـ 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 الامكانيات الثانيه تبعتي اللي هي المهارات اللي بتخليني اطير، هلا بورجيكم الاي تبعتي شو بتعمل. هاي بسموها شو يسموها كانوا؟ ويسموها كان الكونكسيف بلاست، او هي الضربه اللي بتعمل رده ولا ترددية، ولا والله ماني داري انا شو الاسامي تبعتها، هذه كلها مخبصه شوي. ايوه انا هلا مثل ما انتم شايفين هلا هطوب، شوف كيف طشت حالي انا من الحياه، كملت رحت هلا صرت وراهم. هيضطروا انه اللي عنده درع اللي هناك بعيد هيضطر انه يحاول يلف لعندي. انا باكل ضرايب كثير عالي ممكن اموت. اخ كلت على راسي. ولكن اللي صار في الموضوع هلا انه كلهم صاروا يرجعوا لورا، فخط الدفاع اضطر ان هم يغيروه. هلا انتم شايفين الفريق تبعي عم يعني بيقرب على النقطه اكثر مما هو لما كان عند البوابه هاي اللي هي جنب السياره، ما كانوا قادرين انه يقربوا لجوا. فهلا الوضع تمام، انا عملت دوري، الشباب ما زالوا جوا، نشوف هلا اقدر انا افوت لعندهم اساعدهم ولا تاخر الوقت وما فيش اي مجال، نشوف. اهم شيء اكون انا مسيطر على الشاب الطي هذا. باي. هو صراحة تصوبها صعب كثير لان انت بدك ايام بشكل كويس. انا هاكل على دماغي، هاكل ما اروح من هنا واروح من هناك. في احد ورانا؟ لا ما في. بلا في. اي اوكي. نهيل حالنا شوي. تعال هذا كمان بيرفع لي الطاقة تبعتي. اي. بقي ثلاثة هلف، ثلاثة بس. هيك برجع السريع. حظي حلو صراحة كان لحظة، هلا باجي لو ما في حدا من فريقي ينقذني ممكن اجي اخذ واحدة من هدول. هلا شايف النقطة هاي اللي هون ما حد بيقدر يمر منها الا الناس اللي بتطير او الناس اللي بتركض على الحيطان والكلام هذا كلياته. طبعا انا ايش راح اعمل هلا؟ استنى شوي اطلع فوق لعندهم. حدا فيهم بده يموت يا زلمه، مش طبيعي هيك. انا شوف عم بحكي معهم، انا بقول لهم انه واحد فيهم يختار الشخصيه هاي. ما هو يعني انا ممكن اقتل الشخصيه اللي انتم بتسالوا عنه، ممكن اقتل جونكرات، بس اي نيد هيلب، يعني لازم تساعدوني. هلا رجعوا مره ثانيه، دفاع ممتاز جدا. اوكي حلو، هاي واحد تاني كمان نزل. اضر قدر. ابعد عني ابعد عني ابعد عني. طير طير طير. اوكي طرنا تمام الوضع تمام. ما زلنا متحكمين بال اوي اوي اوي. ممكن اقتلها، هاي مهم جدا هاي. طبعا كان عليها الدرع، ما بقدر اعمل لها اي نوع من الضرر اصلا. نو 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 نو. يلا ما علينا، المفروض ان احنا نشتغل مع بعض ونجمع قدرات بعض لبعض ونظبط الامور، لكن لا سائلين فينا ولا عاملين فينا شيء شباب. المهم باقي 25 ثانية على الشوط الاول، وإذا ما تمكننا إنه ناخذ النقطة ألف ما راح يزبط معنا الوضع صراحة، هيكون صعب كثير.
اوه حلو كتير الضرر هذا. انا ادخل جوا هيك اسرع. الله الله حرام حرام حرام. اوكي هلا املنا الوحيد انه ما نخليهم هم كمان ياخذوا النقطة ونتعادل، يعني المباراة ما تنحسب، يعني يا لا خسرنا لا فزنا. بس هذا والله ما ي... هذا شكله ما يجي، هذا شكله ما يجي. فيعني let's see how it goes. ممكن اغير انا واخذ مثلا انا بحب اخذ الشخصية هذا لانه ما في داعي اعتمد على غيري انه هو ينقذني او هو يطلعني. هذا اوريدي عنده القابلية تبعته، شوفونه من هون. يعني في عنا السلاح تبعي، بعدين عندك الضربة القوية كتير هي الالتيميت تبعتي بيسموه تاكتيكال فايزر، اللي هو بدل ما انا اقعد اصيب فوق وتحت يمين يسار هو لحاله لمدة 10 ثواني او 5 ثواني بصيب اللي هو بده اياه، وما بيضيع. يعني هذا كويس لما اكون عم بلعب انا ضد الشخصية اللي انا هلا كنت بلعبها اسمها فرع، لما هي بتطير بالهواء صعب انك تصيبها، فلما تاخذ السكيل هاي وتستعملها وتطلب الالتي تبعتك تقدر انه على طول توقفهم وتشيلها من الهواء على طول. اما الضربات الثانية في عندنا شوية صواريخ، هذه صواريخ هيك سريعة ممكن تيجي كل 8 ثواني بتكون موجودة، بالاضافة الى البيوتك فيلد بيسموها او الارض الصحية، هالمنطقة الصحية هذه اللي هو لما يكون الضرر تبعي خفيف. هلا ممكن استنى طبعا، ولكن انتم شايفين انه في عداد تحت، لازم اشوف، لازم استنى لوقت معين قبل ما اقدر ان انا استعمل السكيل تبعتي مرتين. فهلا انا مثلا اذيت حالي بالصواريخ تبعتي على طول بشغل هاي، شوف، وبرجع الهيلث تبعي من اول جديد. هذا مهم جدا لما كنت بتلعب مع فريق، بالذات لما ما يكون عندك حدا مثل مويرا. هلا مويرا اللي هي رقم 4 اللي هي لونها بنفسجي هاي، هي اللي بتعمل الشغل اللي انا بعمله ولكن بشكل احسن كثير. فنشوف نشوف هلا ليتس سي هاو ات جوز. سمي بالله. ايوه ممكن هذا يقعد يخبط فينا، هذا كمان عنده درع كثير كبير، فالمطلوب منا انه نقعد نشيله واحد واحد. هلا بيدخل عنا، حلو، في عنا شويه ليزرز كثير موجوده يقعد نخبط فيه. هلا ممكن نشيله، لا بدك تحط درع يا حبيبي. شلنا هاي اول واحد، يلا عم نعمل شغلنا على الاقل. اي في حدا هون، شوف كله ذهبي، كله عندي ذهبي، كل شغلي ذهبي، فيش حد في الفريق عم يعمل شيء، ولا حد عم بيعمل اي شيء. يوسلس. ما مفروض اعصب على فريق، مفروض ان انا اكون سبورتيف، يعني مفروض ان انا اكون ايش يعني عادي. مين الفايده؟ ما لهمش اي فايده ولا شيء. اوكي هو احتمال ان خلصت المباراه اصلا على الفاضي. بيم عظيم، بيم عظيم يطير في السماء. صراحة أكلناها على رأسنا يا جماعة. هاي طلع الوحيد من الفريق تبعه اللي عامل أي نوع من الشغل، وهلا والله بكافئ حالي ما عندي مشكلة. أوكي نعمل سيرش لمباراة ثانية. في شيء هون بدي أورجيكم إياه اسمه Overwatch Live. Overwatch Live أو Overwatch League اللي هو هذه البطولة العالمية للعبة الأوفر واتش. هدول فرق
كل فريق منهم كان لازم يدفع بحدود العشرة مليون دولار ليكون له مكان. يعني هذا مثل ما تعرف الشيكاغو بولز واللوس أنجلوس ليكرز وريال مدريد وبرشلونة، كل الفرق هذه في منهم فرق موجودة هون، وحتى هدول لاعبين موجودين هون، ممكن تختار منهم، ممكن تعمل اللي بدك اياه، يكون عندك فكرة. حتى لو انا بدي انه مثلا احاول احضر المباراة تبعتهم ممكن ادوسها هون، ولكن هذا لازم يطلعني على 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 ويندو ثانية ما بدي. بس بشكل عام بورجيك يعني ممكن اتابع، ممكن اشوف اعرف ايش انا بدي اعمل. ف صراحة إشي فعلا فعلا ممتاز، وهذه بطولات عليها جوائز نقدية ضخمة 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 ضخمة، بالإضافة لكمان كل لاعب بيكون له راتب، بيكون له شركة بتعمله رعاية، بتعمله دعم، مثل مايكل جوردن لما كان له نايكي عملوا إير جوردن لإله، مثل ميسي لما عطوه، أظن كان ميسي كان نايكي ورونالدو كان أديداس، والله ماني فاكر. المهم يعني أنت فاهم الطبخة كيف، لما بيكون بدك تعمل مثلا في عندك الماوس تبعك، الجهاز تبعك هذا اللي انا بستعمله، لكل لاعب في نوع، ففي شركه بتيجي بتشوف ان هذا احسن لاعب في العالم، ليش انا ما اعمل معاه انا دعايه، اشوف شو ممكن يطلع منه. طبعا هلا في عندنا كمان بيطلع لك هيك بوكسز الحلوين هذول الكيوت، خلينا نشوف لو بيطلع فيهم اي شيء على الفاضي، ابيض وازرق على الفاضي ولا اوه كثير كيوت هاي. حلو اخليها هذه هلا بورجيكم كيف شكلها. هاي ممكن ترسمها على الحيط هيك انه انا كنت هنا. ما علينا، انه اشي هيك يعني تغييرات اشياء بسيطة اشياء كيوت. ما علينا، خلص الاشياء بتعجبني، ايش مالك؟ خلص شو بدك فيه؟ خلص مبسوط اوكي حلوين كيوت. كان كله كيوت، بدك تشوف، بدك تشوفي كيوت عن جد اوكي. وجهك كيوت، هذا كيوت اوكي. بتدخل على الكارير، مفروض ان انا اورجيك المهارات تبعتي وكم دقيقة انا وين. اي سيزون كنت بلعب؟ كنت بلعب كثير. شوف هون وصلت دايموند، هو وصلت المرتبة الالماس، 36 ساعة على فارة، 10 ساعات على سولجر 76. بصير يورجيك انت كيف الاداء تبعك، بس انا اللي انا جاي اورجيكم اياه هو هذا، انه اصير انا اجي اختار، انا اشوف اختار انا. عندك الاعلام، عندك الاشكال، عندك هذه بصله صغيره هيك شكلها على مومياء، عندك بصله تانية على فرانكنستاين، عندك في بصله تانية كان موجود. انا عندي بصلات كثير، هذه بصله تبع كريسماس، هذه البصله تبع كريسماس تانية، مش عارف ليش مسميها بصله، اظني اسمها فيتشي ماري ولا مش عارف بوكي ماري. المهم في هيك اشياء هاي. طبعا هذه كلها بتشوف تطلع كل موسم انا لعبت فيه لهلا، من الموسم الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع والثامن، هذا اظني التاسع اذا مش غلطان. على نهايه كل موسم بيعطوك واحده من الاشياء هاي حسب المستوى اللي انت وصلته، طبعا لازم يكون شيء فاخر على الاخر عشان توصلها يعني. ما علينا، بالاضافه كمان عندك الشخصيات اللي هون ممكن تختار اللي انت بدك اياها فيهم. مثلا هذا الشاب ما في عنده السكنز، الاشياء هذه كلها طبعا فيك اما تشتريها بفلوس، فيك اما تشتريها او تطلع لك بالحظ على حسب انت شو اللي انت بتحبه. طبعا هذه مثلا كانت بمناسبه السنه الصينيه، فالسنة هذه كانت سنة، هذه هذيك السنة اللي طلعت كان سنة التنين، بعديها طلعت سنة الكلب مش إذا مش غلطان. في عندك سنيك، في عندك دراجون، في تنين التعبان، في الأرنب، في أشياء كثيرة. ف هذه واحدة منهم. مثلا الشخصية اللي أنا بحب ألعبها كثير اللي هي فرح اللي أنتم شفتوها قبل هيك، ممكن أغير أشكال مختلفة، ممكن يكون شكلها اللي هي زي تبعت فروزن هاي، ليت إت جو ليت إت جو. ما علينا، كنت كتاني مور، ما انا اصلا باكل على راسي فمش قادر اتحمل اصلا راسي من رجلي، يعني بلشت اجن شوي هيك هفت معي الدنيا. ما عليكم، الامور طيبه والدنيا تاخرت هاي. رين دانسر في عندنا اشكال طبعا تعمل لك هي لا 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 لا، بس انا بديش ادقق بالامور هذه، بديش اضيع وقت، ندخل على الجد. هذه المباراه راح نفوزها اوكي، خلص انا قررت، بس هالمره نغير اللبس. اوهو هيو، هذه عامله زي هيك ال possessed هيك جس هيك. هذا يعني هذا عيونها، هذه عدسات تحطها هيك لونها بصير مالك، بس هيك عصبت هي، عرفت كيف؟ ولا اغير انوبس، لا بدي لا لا ما كان بدي هاي.
لا ما فيني اختار هلا، رحت علي. يا الله، احنا راح نخسر عشان اخترت اللبس الغلط. هذا هو اللي صار. اوكي، هلا اللي انا بدي اورجيكم اياه كان، اوكي، هلا انا لو دست على السبيس، اوكي، بطير لفوق، بخلص البنزين تبعي. تو اسمع، لو انا عربي خلص البنزين تبعي، عندي السكيل تبعتي اللي شايفينها تحت على اليسار اسمها شيفت، هاي بتطيرني لفوق، وبعدين بصير ايش، العب البنزين تبعي، احرك هون، احرك هناك، اطلع، بتعبي شوي بتعبي شوي، باقي ثانيه برجع بطير مره ثانيه، بعدين بعمل هيك. هلا في عندي الاي تبعتي اللي هي هاي بتدفش، فانا هاي انا بعمل هيك مثلا، بدوس اي، شوف طيرتني لورا هيك يعني. فانه حلو، بتلعب بالفيزياء تبعت الطيران، تبعت الكلام هذا كلياته. اذا مش غلطان هم كانوا بدهم يطيروا لبعيد هناك. والله دفعت عنهم بشكل ممتاز. لا ما بدي اموت هلا. انزل خذ الهيلث. الله، حرام حرام، كنت انا افعلها ولكن دفعت عنها، زبطت الوضع يعني، انه انا عملت اللي علي، عملنا اللي علينا علينا والباقي على الله. اوكي. ايه المهم، طيب هلا شوف شوف هيك، بوصل بسرعه لعند. دخل الشباب، تعال حبيبي، تعال روح، تعال خد خد على دماغك ياض، انت بتعمل ايه؟ هذا لازم اشيله تبع السهم هذا. ايوه شلناه. مين اللي بعده؟ هاي اللي بعيدها، تعال. انا عارف هي هون، هاي شوف شلناها. هلا كمان بدنا نشيل المكنة هذه عشان هاي كانت عم تساعدهم تزيد الضرر تبعهم. حرام حرام، البس كانت انقذتني هذيك. رفعتني، هاي ثانكس. ممكن اموت، ممكن اموت، ممكن اموت، بدي اموت. رجعت طالع. يا حرام، ويو، بس والله دمرناهم. حلو حلو حلو، باقي دقيقة و25 ثانية واحنا هلا قاعدين بندافع عن النقطة بشكل كثير كويس. معناته ما معناته نحن فزنا الجيم، معناته نحن فزنا الجولة الأولى. فإذا إذا خلصنا يعني، إذا ما خلينا ياخذوها، وإذا مش الحال الكلام هذا كلياته بيكون تمام. بس ناخذ شفطة عشان ايش؟ بلي ريقي شوي يا زلمة، ايش بدي بلي ريقي. ما علينا، هلا نشوف اذا هم حاولوا يجوا من ورا. انا عندي الضربة القاضية تبعتي، اوكي، فانا هتسلل هيك وراهم. ها ها هاي، خذ على دماغك، بقول لك ايه، لا انا اسف، اجى سحبني هيك بستيخ تبع خو. هو ناري هدو. اوكي هلا باقي 30 ثانية. وين هلا؟ اي 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 هل 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 يابا. ها
خد في وشك يا حبيبي. اوكي الجوله الاولى اخذناها، ما علينا هلا غير انه احنا عملنا الاياب، هلا بدنا نعمل الذهب. هم اجوا لعنا، هلا احنا بنروح لعندهم. فهاي النقطه اللي احنا كنا ندافع عنها، هلا احنا من كل ناحيه ثانيه بدنا نهجم عليها، فبدنا ناخذها، بدنا نضبطها، بدنا نضبط الامور، لان لو ما زبطت اقسم بالله اني راح اعمل فيهم مشكله. اوكي صار فيني اغير لبس. اوكي غيرت لبس، بحب اللون البيربل. صحيح ان عيونها والمسكرة تبعها واقع من وشها، وشكلها كانت عم تعيط، يعني شكلها كانت زعلانه، وامها مزعليتها كثير، وعليها عدسات هيك، عيونها كلهم هيك لونهم ابيض خوي شوي. ما علينا. اوكي عم بسأل ميرسي اللي هي الدكتورة تبعتنا. هاي ميرسي، اهلا اهلا. شوفوا حركة رهيبة، طلع طلعت الصاروخ من هون، حطتها بجيبتها، ورجي الصواريخ، الله حطها هنا. اوكي شو كمان، كم بدي اورجيكم، كم بدي اجيكم، ممكن كمان تغير هيك. اها في كمان الجيتار تبعها. اوكي في كمان طبعا لو تعبت انا ممكن. لا وين راح انا؟ تكني تعال ترتاح شوي هيك، وتنتظر تستنى وتشوف، تشوف شكل الشخصيه تبعتك اللي انت تلعب فيها. طبعا شكله زي النسر عامر. انا جاهز، انا جاهز، انا نفسيا جاهز. اوكي هم اي 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 انقذوني. اوكي شلته، برافو. اي اوكي رجعت رفعتني. هاي سريع على السريع، ولكن هلا بدنا نشوف. هلا انا اخذت الجيم، لا مش انا معه. سيلفي تايم. اوكي نختار خريطة تانية. حاضر حنا. هلا بكرة المفروض ان احنا عندنا كمان، طبعا كل يوم في رمضان بالليل حيكون في عندنا حلقات، وكل يوم حيكون في عندنا حلقة. فاللي انا بدي اعمله معاكم هو انه بكرة نحاول نغير اللعبة، يعني ما نخلي نفس اللعبة كل مرة، وهنكمل على النظام هذا. ثم بعدين راح يصير في عندنا ناس مقدمين ثانيين غيري هيجوا يعطوكوا اللعبة اللي هم بيفهموا فيها، اللعبة اللي هم شاطرين فيها، منهم من احسن الشخصيات واحسن اللاعبين في العالم العربي، وبيلعبوا على مستوى عالمي مستوى دولي. وفي منهم كمان مثلا في ناس بيلعبوا فيفا، ناس بيلعبوا الفايتنج جيمز اللي هم بسموها الاف جي سي، اللي هي اما بتكون ستريت فايتر او تيكن او شيء. ستريت فايتر ما اظني هلا هيكون في حدا، المفروض ان هم مسافرين عم بيلعبوا ببطولات، ولكن في مثلا البحريني سيد هاشم راح يكون موجود معنا، في شيء عمر عادل كمان شاب عراقي رائع جدا، اسلوبه لبق وطريقته حلوه، شاب بشوش جدا، مش قادر استنى انه تتعرفوا عليه. بيلعب فيفا باعلى المستويات، من احسن اللاعبين الموجودين هون.
فحلو اللي انا بحب اشوفه انه في عندنا ناس من كل شخصيه، من كل جنسيه، من كل كذا، له خلفيه تماما مختلفه عن الشخص الثاني اللي جنبه، وكل واحد بيلعب لعبه بطريقه ثانيه، وحتى الناس اللي بيلعبوا فيفا واحد كل واحد بيختلف عن الثاني، كل واحد اسلوب لعبه بيختلف في هذه اللعبه. يعني زي كره القدم بيكون عندك مدافع ووسط وهجوم وحارس، وعندك حكم ومساعد الحكم، يعني انتوا فاهمين الفكره، يعني كان في تنوع، في كوكتيل حلو للناس كلها انها تقعد تضبط الامور. وصراحه هذا الشيء حيكون حلو كثير ان احنا نقدمه لكم تشوفوه، اعمار مختلفه، اجناس مختلفه، اشخاص مختلفه، العاب مختلفه، هذا كله اللي احنا بدنا نقدم لكم اياه. وانا كثير بتشكر صراحه التلفزيون الان انه ياخذوا الخطوه الجريئه جدا صراحه. يعني احنا متعودين، يعني احنا عاده بنعمل استوديو برودكاست، وعاده بنعمل بطوله، بس بتكون مثلا مره او مرتين او ثلاثه في السنه، بيكون شيء مكبر، شيء ضخم جدا، شيء على مستوى عالي. ولكن اللي انتم بتشوفوه هو الكلام اللي احنا بنعمله هذا كل يوم، بنلعبه بنحكي، ولو في حدا بده يسال على الجيمز بنرد عليه، ولو في حدا بده يتعلم بنحكي معه، ولو حدا بده ينضم معنا بالجيم ممكن انا اخليه يجي يلعب، تعال تفضل فوت معنا بنلعب مع بعض. هذا جمال اللعبه، هذا جمال اللعبة، هذا اللي احنا بدنا نعمله ونقدم لكم اياه بشكل عام. واذا انتم بتعطونا الفرصة ان احنا نقدم لكم هذه الاشياء ما راح تندموا وراح تنبسطوا كثير صراحة. طبعا ما احنا هلا بدنا شكلنا راح نلعب كمان هلا جيم ونص، نشوف الوضع كيف، وبعدين بكرة بدي احاول اغيركم اللعبة، مثلا اعمل لكم شوية فايتنج جيمز، وممكن مثلا نجيب اصحابنا عندنا على البيت مثلا يقعدوا يلعبوا معانا، نسهر سهره حلوه، نلعب جيمز مثل ديس جام، ممكن نلعب تكن، ممكن نلعب شيء هيك، ونستمتع مع بعض، نشوف كيف الوضع راح يكون، وتعرف ايش الفرق بين اللعبه اللي ممكن تلعبها بشكل احترافي وشكل جد وهيك ولحالك ومع اصحابك اونلاين وكذا، والجيمز اللي ممكن تلعبها وانت قاعد هون مع الشباب، مع الجماعه، الربع، الشباب، هي عارف كيف، انه هيك هذا احنا بدنا نوصل له. هي بعد شو اوكي شباب هلا جاهزين؟ والله هي عندنا فريق صراحه معقول جدا، معقول جدا جدا جدا، يعني في عندنا نسبه مهاجمين اكثر. يا مسكين كان راح يموت، كان بده كمان صاروخ ثاني بنص خليته وبيمشي الوضع. ضربه ثانيه حلوه كثير. هلا في عندنا كمان هاي ديفا بشيله، شوف لازم صاروخ لقدام شوي اوديه، لانه مش مباشره بيطلع من عندنا. هلا اللي صار عندنا انه هذه النقطه اللي انتم شايفينها هون لازم احنا نتحكم فيها، لازم اول شيء نهجم عليهم نبعدهم عنها بعدين نتمسك فيها. ومثل ما انتم شايفين هلا هيضلوا العداد يطلع لما نوصل ل100%. اذا الفريق الثاني دخل واخذ منا النقطه يبقى ايش؟ يبقى لازم نرجع ناخذها احنا منهم. اذا ما زبطت انا هضلني ورا ماخذ راحتي ايش وزبط الوضع، عاد اخبط فيهم، طبعا مش دائما الضربات تبعتي بتيجي، هلا عاد اخبط فيهم انا بعيد. في حدا هون، ايوه شفتك وقتلتك كمان. روح يا حياوه يا حبيبي، وين راح؟ وراح وراكي والزمن طويل. هذا يجي نفر، انا في كفيل موجود، هذا في بعد فيزا كله موجود الحمد لله. خلاص انت ما في سوي شيء. الله، ضربه هاد، ضربه ثانيه، ضربه ثالثه. انا رايح فين؟ انا راجع تاني. ومن حكيم زعلان بالصاروخ الداني حبيبي يا عمري. معلش انا سلطنت هلا على اخر الليل. احنا هلا اللي انتم شايفينه طبعا النقطه اللي انا بتكلم فيها هي هناك، واحنا هذا البيت تبع الفريق الثاني قاعدين بنعمل عليهم ضغط عالي جدا، ما عم نعطيهم مجال ان حتى اصلا يطلعوا من بيتهم. فانه كيف ممكن اقول لك اياها بكل بساطه؟ في عندنا فريق محترم، في عندنا فريق نظيف، كلنا عم بيلعب كويس. ايوه كمان ضربه حلوه حكيم، حلوه حكيم، اول ضربه طار هيك نط على جنب، ثاني ضربه جت فلخه على راسه. اسمع شفت هلا هو كان راح ياخذ النقطه وانا دفعت عنها. يا بيبي
النقطة الأولى صارت لإلنا، لازم نفوز خريطتين من أصل ثلاثة. فلو هما فازوا الخريطة الثانية نلعب الثانية هلا، بنتعادل فنلعب الخريطة الفيصل والأخيرة. إذا ما زبطت معنا بنلعب هلا الخريطة الها. اوكي طيب هلا بدنا نطلع نهجم عليهم. طبعا هم هيطلعوا من الزاوية هاي، هاي اللي هناك من هنا. اوكي في بدي ارجع اتقدم عليهم. هاي اول واحد ممكن يموت. ايوه فعلا جبناه على السريع. هلا بدنا نركز على الفريق الثاني. هل بعدنا اي حدا فيهم طار لبعيد؟ نعم واحدة فيهم طارت. ما بعرف انتم انتبهتوا عليها او شفتوها ولا لا. اوكي هنضل ندافع على النقطة هاي. شو شفتوا كيف عم نعمل كابتشر لأنه ما في أي حدا من الفريق الثاني موجود. أخذنا نقطة، بدأ العداد هلأ إنه يعد معانا، وهلأ بلش الضغط. هلأ بلش إيش الضغط؟ هلأ صار بدنا نعدي عليهم، نخبط فيهم، خليهم ورا الباب هذا ما يقدروا يطلعوا. طبعا إذا هم حابين إنه يطلعوا لازم يلعبوا كفريق ويعملوا هجمة مركزة جدا. ولكن أنا اللي عملته هلأ أنا لفت عليهم من ورا. لا ممكن يجي شالني براسي، شاني براسي. هذا كان غلط مني، هذا كان ان انا تقدمت كثير زيادة عن اللزوم. لا ربي ياخذوا البوينت، هياخذوا البوينت، هياخذوا البوينت، هياخذوا البوينت. لا اخذ البوينت. ايوه راحت مرة ثانية. لا كانت هتروح. كاد ان يفعلها حكيم، كاد ان يفعلها. المهم هلا نحاول نلف عليهم هنا، نخبط عليهم الموضوع من هون. ما زبطت معنا، كان لازم استنى الفريق يفوتوا وبعدين اعمل الشغل تبعي. باي بيبي، راحت سريع فقع. على فكرة صعبة كتير الحركة هاي نعملها، ولكن بعملها. ايش هذا؟ انا بدور عليها كان. اوكي هلا هل مطلوب مننا نغير ولا لا؟ محتاج اغير الشخصية اللي عندي. اوريدي استعملت قديش بقى على التي تبعي؟ لا ما فينا نغير هلا، ما بدي اغير. واحنا رح نخسر لان احنا واحد واحد قاعدين بنفوت ورا بعض، المفروض نتحرك مع بعض. ايوه فاتوا لجوا. هل هيقدروا يعملوا شيء؟ ما اظن. واحد واحد صار يفوتوا، اذا قدروا يزبطوا الموضوع وخلونا عايشين لما نوصل بيكون الوضع تمام، بس ما اظن رح يصير. تويكس هلا دخل لعندهم، ممكن تويكس يفقع. لا ما فقع تويكس. لا بليز نو. الخريطة الثانية راحت، صارت النتيجة 1-1. ياي هلا بدنا نلعب الخريطة الثالثة والأخيرة، والفائز بيننا هو هيكون الفائز في المباراة كلها. نشوف كيف الوضع. هيي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 ي
قلت لك ممكن اجيبها بالباسكت هاي. هاي ضبطها 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 ضبطها. اقول لك ايش. اوه قريبة كتير كانت. يا كاد ان يفعلها، كاد ان يفعلها.
عدناها على الطاير. على الطاير بفهم عليك على السريع ضربتين. Two people. حلو. وين راح؟ اخ شلناه. يا حرام يا حرام يا حرام. ممتاز ممتاز ممتاز. الوضع هلا تمام. ايوه لا راح اجيبك راح اجيبك وهجيب صاحبك كمان. وين في كمان غيري؟ في كمان في ناس جول بوينت، في ناس جول بوينت لازم ندافع عنهم. هذا كمان برا قبل ما تموت، قبل ما توصل هتكون متت. ايوه اطلعي اطلعي من الديناصور تبعك هذا على السريع يابا على السريع يا حبيبي. الله، وتنتهي المباراة لمصلحة حكيم صاحب الكرش العظيم. حلو كثير. اوكي طبعا هلا حيكون في عندنا فرصة نلعب كمان مباراة ثانية. انا متحمس صراحة الموضوع هذا. ايوه هذا البت اوريسا شايفين هلا. حلو فيري نايس فيري نايس. برجع نقولهم لورا. حلوة 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 كثير. طبعا اللي هو عمله في عنده كرة زي هي تعتبر الحفرة السوداء البلاك هول، هاي اللي بحطها على جنب تمتص الناس لهناك. فهذا هو اللي صار. الحمد لله رب العالمين كل الشباب اللي على الفريق كانوا بيلعبوا كويس كلهم، ما حد قصر. ندخل نشوف هل في عندنا اي ميداليات ذهبيه ولا شيء. واحده فضي ما علينا. اوكي اوريت. هذا معناته ان احنا ممكن ندخل كمان مباراه ثانيه سريعه. اوكي في الحالة هذه احنا ممكن هلا نغير شوي. اوكي الشخصية هذه طبعا بيعتمد كثير انه يكون التصويب تبعك دقيق جدا. فهلا احنا معنا فريق بشكل عام كويس، يعني عندنا اثنين تانك، اثنين دامج، واثنين سبورت، ثلاث سبورت، واز واحدة فيهم تعتبر ان هي بتعمل ضرر كثير عالي يعني. فلا بأس فيها، هذا كله كويك بلاي بالاخر يعني، فكويس. زبطنا الموضوع. اوكي لازم ارجع لورا شوي عشان استنى الشباب. انا هضلني ورا الدرع تبعه، هو اللي بينقذنا. اوكي او راح عادي مصيبه، بس انه انا بعيد لاني مش خناس ف
فما يعني ما بيعمل ضرر كثير عالي. في ناس جاي من اليسار من هون، سامع صوته. هاي واحد شلناه على السريع، نروح اللي بعده. حلوة، نص راسه. حلوة، واحد تاني براسه تاني. السريع بوم نص خرج. انا مولعة معي الدنيا. كمان ضربة حرام. Thank you. حلو. في حد فوقي سامعه، في حد كان فوقي. هيو شفت وين وين؟ مش طالع حسه. طلعتين على فكرة. أنا لهلا مش ميت ولا مرة، لهلا مو ميت ولا مرة. شوف، هي الفكرة كلها انه طالما انت بتضلك ورا فريقك. اوب 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 اي هيل هيل اي نيد هيلينج. اي 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 في احد جاي من هون، حاسس فيك، انا شايفك شايفك يا اخوي. اوه كنت رح اموت مرتين. حرام شالوني بالاخر. هل هتقدر ترفعني؟ والله هترفعني شكلها. هيلمي رسمي رز برز، ارفعيني ارفعيني ارفعيني. تلوها. اوه في عنا البورتل على السريع نوصل عندهم هلا. خل ذات هيرت. ما هنلحق. لا هياخد وقت اضافي لو يدخل على النقطة الثانية. يلا شفت كيف؟ الشباب كلهم قاعدين بيرجعوا لورا، خلص عارفين احنا خسرنا النقطة، بدل ما يروحوا واحد واحد ويحاولوا يتخانقوا هناك، لا بيرجع لورا. كله بيرجع لورا بيحترم حاله. خلص بيعرف بيعرف انه هو خسر النقطة، بيرجع لورا بيحضر حاله للنقطة اللي بعدها. وينها؟ عم بدور عليها. Enemy in my sight.
هو هلا المشكله ان عندنا كثير وقت، باقي 4 دقائق ونص هلا على المباراه، يعني ذهب عندهم كثير وقت انه يحاولوا ياخذوا البوينت صراحه، كثير وقت اعطوهم، يا ريت ما اعطوهم هلا وقت. وين الفريحه؟ عم ترفعني مره ثانيه. اوكي ممتاز، يلا جود، ثانك يو. شالوها فرح ولا؟ اوه ما بعرف اذا هيقدروا يرفعوني، بس عملت الالتي، اعمل الالتي، اعمل الالتي، ارفعيني يلا يلا يا ميرسي، كمان رزمي رزمي رزمي. اغير الشخصية بسرعة. هاي اول واحد، اللي بعده جبتها جبتها والله جبتها. يلا ممتاز ممتاز، هو البوينت هذا صراحة يعني تمام الوضع تمام. وبالاخر يا جماعة اللي انا ممكن اقول لكم اياه صراحة، انه يعني حتى انه هاي المباراة بالذات ما عليها نقاط منافسة، لانه انا بلعب شيء اسمه كويك بلاي مثل ما قلت لكم قبل، بس الفكرة كلها انه مثل ما انتم شايفين اللعب اخذ وعطاء، لازم تفهم الفريق تبعك كيف بيلعب، لازم تفهم الاسلوب هذا، سواء فزت او خسرت الوضع هذا ما بتفرق يعني، عرفتوا كيف؟ شلناها؟ شلناها، هلا احنا قاعدين بندافع. وين انا؟ حلو برافو، هذا انقذنا الشب. هذا كمان شلناها على السريع. هلا باقي دقيقتين كمان. اوكي كلهم هلا ركزوا عليه فضيعت لهم كثير وقت، ولكن على العموم شباب احنا شكلنا احنا اصلا وصلنا لنهايه الحلقه يعني، فاحتمال احنا ما نقدر اصلا نشوف المباراه الاخيره، ولكن بيني بينكم احسبوه ان انا فزت لان انا اصلا فايز وما حد هيقدر يفوز علي بالاخر مني المباراه، ماشي؟ حلو اوكي اوراي يلا واحده حلوه لنا الجميع، يلا يا شباب يلا نولعها، خذ يا معلم، الله معك يا حبيبي، الله معك يا حلولو. شباب هلا كلهم ولع الدنيا، لا نخبط فيهم هون، another hit let's go let's take it out come on come on والله we're doing fine. يلا اوكي ممتاز. طبعا هلا اعزائي المشاهدين انا كثير استمتعت صراحه باول حلقه معكم، بتمنى ان تكونوا انتم استمتعتوا معي كمان بنفس الشيء، واللي احلى من هذا كلياته انه احنا ان شاء الله رب العالمين هنكون معاكم مره اخرى غدا في الليل، نحدد لكم احنا ان شاء الله بالضبط الساعه كم، وغير هذا كله هنشوفكم احنا في الحلقات القادمه. يعطيكم العافيه، كان معاكم حكيم صاحب كرش العظيم، صباح الفول والفلافل.